السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معنا فيديو النهاردة جديد. طبعا تلاجة كريازة 12 قدم 2 باب، تلاجة السلك محروق خالص والريليه محروق، المجموعة كلها كانت متفحمة والفيشة متفحمة والمشترك طبعا، والزبون قال ان هي دخنت. نشوف مع بعض، احنا جبنا ريلي جديد ومجموعة جديدة عشان نجربه، ان شاء الله الموتور هيشتغل معانا. هو الريلي طرف واحد توصل فيه، يتوصل للمجموعة، بيتوصل الريلي، وصله في أول مخرج فوق، والموتور ليه 3 مخارج. زي ما احنا شايفين مع بعض، الريلي وصلناه فوق، طبعا حطينا الفيشة والموتور اشتغل تمام. حط الغطاء على الماتور زي ما كان، دلوقتي الماتور شغال طبعا، شبرت اشتغلت كويس الحمد لله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.